أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس إنها النفس الظالمة، إنها النفس العاثمة، إنها النفس الظلومة الغاشمة التي ما تركت بابا من الذنوب إلا طرعت، ولا بابا من الإساءة إلا ولجت. أن تقول يا حسرة، وما أعظم الحسرة إذا خسر أصحابها وعظمت خسارة أربابها، فخرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله. ما أعظمها من خسارة إذا طويت الصحائف باللعنات، ما أعظمها من خسارة يوم يطبع على القلوب، يوم يتأذن غضب الله ألا من غيوب. من عظيم الإساءة وعظيم الذنوب، ما أعظمها من خسارة يوم لا يستطيع الرجوع، يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع، يوم يتقطع القلب من الألم، يوم يعتصر من شديد الندم. أن تقول نفس، ومتى تقول؟ حين تضع آخر أقدامها من أعتاب هذه الدنيا وتستقبل الدار التي هي غريبة عليها، يوم تنقطع المعاذر وتغص السكرات في الحناجر، ويصير العبد دليلا حقيرا إلى الله الواحد القاهر. أن تقول نفسي يا حسرة، يا حسرة يوم طال السهر، يا حسرة يوم طال السهر، يا حسرة يوم ضاعت الأعمار، يا حسرة على الساعات واللحظات، يا حسرة على الليل والنهار، يا حسرة على أصحاب لم ينفعوا، يا حسرة على أحباب لا يشفعوا، يا حسرة على عمر مضى وزمان ولى وانقضى، يا حسرة إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان، يا حسرة يوم يعرض على الله حافيا عاريا، يا حسرة إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب، ولم يفقد العبد فيه زلة ولا حسرة بين يدي الله رب الأرباب، يا حسرة على 30 عاما أو 40 أو 50 أو 60 حين يلقى العبد بها الله رب العالمين. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله، ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله. يا حسرة يوم يذهب الليل، يوم يذهب العمر، يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والنصر. يا حسرة يوم طلعت شمسه، يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله. يا حسرة على صلاة أضعتها، يا حسرة على زكاة منعتها، يا حسرة على أيام أفطرتها، يا حسرة على ذنوب فعلتها، يا حسرة على خطايا تلبست بها، يا حسرة إذا كشف الديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان، يا حسرة وهل تغني الحسرات، يا حسرة وهل يؤذن بالرجوع عند الممات، يا حسرة يوم لم أشكر النعم، يا حسرة لم أشكر الله على دفع النقم، يا حسرة يوم لم يلهج لساني بذكرك، يا حسرة يوم لم يتلذذ لساني بشكرك، يا حسرة يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت صفر اليدين مما هم فيه يتنعمون.
يا حسرة يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها برؤوس عاليات عاليات ووقفت في الأخريات أنظر إليهم بتلك الحسرات يا حسرة ولو كنت مطيعا ألا ما فرطت في جنب الله إن كنت مستطيعا يا حسرة يوم يلفظها اللسان ويعتقدها الجنان فيخرج كل حرف منها من كل عضو وأركان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لعظيم حقي علي وجليل منتي لدي فكما نعم وتفضل وكم وهب وعجل سبحانه العلي الأكمل يا حسرة يوم لم أعظمه حق تعظيمه ولم أمجده حق تمجيده يا حسرة على التفريط في جنب الله يوم فتحت لي أبواب الخيرات فقلت هيات هيات فما زالت الأعمار والبقيات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يقول المغربون ويوصلوا بمعرك ويوصلوا معناه المسيئون المخطئون يا حسرة ولو كان العبد مطيعا يا حسرة ولو كان العبد خيرا دينا مستقيما ولذلك سمى الله ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود سماه بيوم التغابن لأنه ما من نفس إلا وهي في غبن ولو كانت نفوس الصالحين في غبن أن لم يفوزوا بالخيرات أن لم يستكثروا من الطاعات في غبن أن لم يفوزوا بالرحمات ولو كانوا على خيرات وحسنات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين فويل لذلك اللسان الذي تمتع بالسخرية من أولياء الرحمن إنها الكلمة التي يقولها من ذل لسانه وخاب جنانه وأساءت جوارحه وأركانه يا حسرة يوم ضحكت من المطيعين واستهزأت بعباد الله الصالحين يا حسرة يوم نظرت إليهم وهم ذاهبون إلى المساجد فقلت إلى أين يذهبون يا حسرة يوم رأيتهم مع كل راكع وساجد فقلت لماذا يتعبون يا حسرة إذ لم أقدر الله حق قدره فاستهزأت بعباده واستخففت بأمره يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.